اللي بعده، ماذا يمثل برج العقرب بالنسبة لكل طالع حسب ساعة الولادة ودقيقة الولادة؟ ولازم تبقى شخص عندك معلوماتك بشكل صحيح. احنا قلنا ان العقرب هو تامن الحمل، العقرب هو المقابل لطالع الطور، العقرب هو سادس طالع الجوزاء عشان كده بيكرهوا ديك ام بعض، العقرب هو خامس طالع السرطان عشان كده بيحبوا بعض، المثلثة المائية بتحب بعضيها، العقرب هو رابع طالع الاسد، العقرب هو ثالث طالع العذراء عشان كده بيحبوا يتمنكحوا مع بعض، يعني بيحب يتكلموا مع بعض. العقرب هو تاني طالع الميزان، العقرب هو طالع العقرب، هو تحطه في البيت الاول وتكمل عليه باللف والدوران. ده هنا كده انت فاهم، ماشي اوكي. العقرب هو ال12 من طالع القوس، والعقرب هو ال11 من طالع الجدي برضو عشان بيحبوا يتمنكحوا مع بعض، العقرب هو عاشر الدلو عشان كده ربنا يستر، والعقرب هو التاسع من طالع الحوت. هذا والله اعلم.